وهدانا. هداه الله وهدانا جميعا. اللهم امين يا رب. المسألة الخوارج، الصورة التي كانت كان عليها الخوارج أيام الخوارج أقول تكاد لا توجد، وإنما الذي يوجد منها شكلان، يعني مجموع ما اتصف به الخوارج المجموع الكامل لا يكاد يوجد. نعم. به الموجود شنو؟ أجزاء. هم الآن شادين في جزء الخروج على ولي الأمر، مش حتى الخروج بس، أن تتكلم في ولي الأمر. نعم. مش حتى تخرج، إداروا في مظاهرة أو كلمة أو على حتى على المنبر، مع أنهم في التطبيق أول ما يتكلم. نعم. على المنابر ويخرج على الحكم هم، لكن على كل حال نقول هم للأسف. لما يشبعوا واحد يقول ابن الحاكم يناصح حتى جهرا ويناصح. نعم. سرا، أو أنت من الخوارج. نعم. إذا تكلم عن قالوا أنت من الخوارج، زين، طيب هذا رميتم به. نعم. من قال بهذه الجزئية. طيب هناك مسألة أخرى. نعم. في الخوارج. نعم. المسألة. نعم. الثانية الخوارج أن الدين عندهم يا أبيض يا أسود، ما عندهمش مسألة تتعلق بالموازنة. الخوارج بما خرجوا هم مصيبتهم. نعم. أنهم كفروا بيش بالكبائر. لسهم اعتدال. نعم. عكس المرجئة هم. شديروا الخوارج. نعم. الخوارج دينهم. نعم. يا مسلم يا كافر، صح ولا لا؟ نعم. وهذا الذي. نعم. تأخذون به أنتم، إذن أنتم خذيتوا شيء. نعم. من الخوارج وأخذ غيركم بشيء من الخوارج على زعمكم، فإن رميتم غيركم بهذه الجزئية بأنه من الخوارج فأنتم أحق بها بالجزئية الأخرى اللي هي ما فيش وسط، فيش موازنة، يا مسلم يا كافر، فأنتم أحق بالوصف بالخوارج. لكن ما الفرق؟ ما الذي وقع في الأمة؟ أنتم أعلنتم أعلنتم ذلك على الناس وشهرتم بالناس، والناس من قبل لم يشهروا بكم، كانوا ألطف وكانوا أتقى وكانوا يعني أكثر، يعني لما شعت الأمة فلم يشهروا بكم، والآن حان الأوان كما قلت لبيان حالكم. فأنت يا أيها الذي تقول ليس هناك موازنة، يا مسلم يا كافر، خذيتها منين؟ من الخوارج. نعم. منين؟ نعم. وإذا كنت الوحيد على الحق وغيرك على الباطل، هذه سمة من؟ نعم. سمة الخوارج. إذن بهذا أنت من معناها لما أنت تتكلم عن الخوارج بقضية الخروج على ولي الأمر أو بالكلام عليه، فأنت خارجي. نعم. يعير خارجيا، وكما يقول المثل القفة تعاير في المدونة. نعم. وإن اتنين من الحلفة. فالمسألة إذا تنبه يا أخي، تنبه. مثال من الواقع. وتعال احنا معلش يا شيخنا، وتعال احنا بنشوفه. تفضل. ايهما اعظم، خارجيتك ام خارجية من تعيرهم؟ انت قسمت الدين من اصله، وذلك على زعمك في خارجيته اجتهد او اخذ باجتهاد عليه كثير من العلماء، ونازل من النوازل لم تكن من قبل، لم يكن حالها من قبل، لم يكن الولي الأمر كالولي الأول، ولم تكن الظروف كالظروف الأولى، واضطر إليها اضطرارا. أما أنت إذن الآن أعيد القول حتى يفهم سيدي، أن الخوارج بجميع أوصافهم التي كانوا عليها مثلا أيام والبغي، أيام الإمام علي رضي الله عنه، لا يكاد يوجد منهم أحد، لا يكاد، حتى لا يحصرني أحد ببعض. نعم. الرموز به بقيت ما. نعم. من يتصف ببعض أوصافهم. أنت من رأيته يتكلم في شرك الطاعة وعبادة ولي الأمر اللي دندنوا عليها، نحن لا نشيطنه ولا نعبده. نعم. وتكلمنا عليها في حلقات. نعم. أنت أخذت منهم
أن الكل يقول يقول إيمان يقول كفر، والغيت الموازنات والغيت كل شيء، وأنت الصح والغيت وغيرك الباطل، وهذه توصفك بالخوارج بأنك خارجي كما وصفت غيرك بجزئية من الخوارج. فإن قلت إن الجزئية لا تصدق عليه ليكون خارجيا، نقول لك أيضا أنت لا يصدق أن تسمي غيرك خارجيا بجزئية. فإن قلت نسميه بالجزئية فأنت أحق بالتسمية منه لأنك فعلت فعل الخوارج. هذا من حيث